نبدأ بالنقطة بالنقطة ونبدأ بالنقطة هذه يا سيدي. هلا مناطق الزرقاء فما ناس يقول لك علاش شوارع وكيفاش اخترتوا الشوارع هذوك ومش شوارع أخرين، فما شكون يقول لك حتى بالوجوه، راه يقول لك مثلا اليوم فما شكون عندهم محلات يسكروهم الشوارع واللي يتابعينهم باركينجات، معناتها كسوا لي لانج ولا من غير ما ندخلوا في الاسماء نتاع الاشاره ما عارفيني على شنو نحكي. يجي الكياس اللي قدامه كله تروتوار كله يحط كاجوات الجازوز الاخضر ويسكر بيهم ويخليهم على ذمه كليوناتو. ها جرب انت حط كرهبتك ولا مس كاجو من الكاجوات سينو كيفاش اخترتوا الشوارع. وحاجه ثالثه، هالناس اللي عنده مراقب نتاع البلديه انت تحط منه هو يجي يقول لك انت قلت لي مازلنا بعد شهرين ثلاثه باش تحط الماكينات والناس تخلص في الماكينات. هالناس هذو اللي نقزوا جابوا تيكيات من البلديات انت تحط كهرباء ويقول لك هاد دينار شكونهم؟ اي سيد الرئيس اي تفضل. بالنسبه للتيكيات ابو جابك مدام ابتسام اللي نجم نقوله لك انه احنا اعطينا بالنسبه للسيد عنده الحق باش يستخلص في زوز باركينجات اللي تحت السور واللي وراء جرده ابو جعفر مقابل الكنا، ما عندوش الحق باش يستخلص في حتى مكان اخر ولو مدهون بالازرق او قاعد يستخلص. لا اذا عندنا ما يثبت انه يستخلص نقوموا بالاجراءات، راه فما اجراءات ونتبعوا اليوم راهو معناتها الناس اللي عندهم الاثباتات وخلص عليهم يجيوا يشكيوا البلديه واحنا يجيوا يشكيوا يتقدموا بشكايه البلديه انه مش من حقه مش من حقه. فما شوارع هما توا خلينا نزيدوا نوضحوهم وين بالضبط ينجموا معناتها تابعين اللزمه هذه. هو اللزمه هذه كان هكا في اون بريف يقول لك اللزمه هذه فيها زوز اركان. الركن الاول اللي هو رفع العربات المخالفه لمجله الطرقات معنى الشنقاء، وهي هذا يتسمى تفويض مرفق عام. هو البلديه هي اللي تقوم به، فوضت في جانب منه الى شركه الخواص. دونك الجانب الاول هو رفع العربات المخالفه لمجله الطرقات اللي تقوم بمخالفات بمخالفات. الجانب الثاني هو تركيز موزعات التذاكر هذيا للسيارات بما يعرف باللي زوغوداتور، اللي باش يتم تركيز لي زوغوداتور هذوما في مآوي في بعض المآوي وفي بعض الشوارع. دونك هالمشروع هذايا كما قال لك سيد الرئيس اللي المعلقات هذوكم هم معلقات اشهاريه باش نتم معناتها قبل عمليه الانطلاق نتاعها، وهذايا اسونسيالمون البلديه فكرت فيه. حتى الشوارع اللي قلت علاش تم اختيار شوارع على غير شوارع اخرين نظرا لكثافه الشوارع هذوما اللي اخترناهم، كثافه الحركه السيارات حركه المرور اول حاجه، ولي معناتها باش المواطنين تتداول على البقايا على خاطر البقايا اللي اخترناهم هي بقايا فيها برشا وقوف برشا طلب وقوف فيها برشا طلب وقوف وهي بقايا محدوده وهي بقايا محدوده. دونك اليوم البلديه ماهيش تقعد تغزر وكهو، لازم تلقى حل. الحل بجينا باللي زوغوداتور اللي موجودين دايوغ موجوده في العالم الكل، موجوده في برشا مدن في تونس. هل لي زوغوداتور هذوما تم باش يتم تركيزهم في بعض الاجزاء من وسط المدينه اللي قلت لك تشهد كثافه كبيره نتاع طلب وقوف واللي البقايا محدوده. دونك لازمنا نفكروا في وقوف على مدى قصير، معناتها المواطن يوقف مدة قصيرة. معناتها كي بشوي خلص دينار في الساعة ما يفوتش الساعة. ما يفوتش الساعة وإحنا باش معناتها خممنا في بقعة فما يقضي قضيته ويجهز كرهبته. يقضي قضيته وإحنا عملنا دي جيتون باش نعطيوهم للمتساكنين للإدارات للموظفين غادي. للموظفين معناتها نورمالمون العملية بقدرة ربي ماهيش باش تكون معناتها حاجة مكلفة بالكل للمواطنين. هذا اللي يلزمو يصير. اليوم فما ناس عندها تيكيات. اي اي بهذا هذا تخلص على البانوات. سامحني هو نداء للناس، كل انسان يستخلص عليه في غير المكان اللي اليوم صرح فيه البلديه اللي هما دو باركينج، الباركينج اللي تحت السور والباركينج اللي اللي مقابل الكنام ورا جرده بوجعفر. الباقي كل مش تابع البلديه، الباقي كل اللي يستخلص عليه دينار وعطاه التيكي نتاع البلديه يجيبوه ويجي. راهو احنا بالنسبه لنا نقوموا بالاجراءات ونتبعوا السيد تو الاولاد يدوروا في المحيط. سامحني قاعدين نتبعوا احنا اليوم زاد فما ظاهره في سوسه انه انت تحط كرهبتك ويجي يقول لك اعطيني دينار، مش معناها انه البلديه خدمت سورتو شارع ياسر عرفات ملي تحطوا البانوات. شارع ياسر عرفات تقول لي ديجا مازال تحط تحسيسيه الناس سايب شارع ياسر عرفات مادام ما تحطوش لي زوروداتور المواطن ماهوش مطالب باش يدفع كي يكون راهو ما تعطي حتى دينار. راهو الدينار تحطه في الماكينه دوب ما تحط الماكينه حتى الماكينه كي باش تبدا تو نعملوا دي تيست مش باش تعملوا دي تيست مش باش تعلنوا لنا في جوهر مش باش نحطوا الماكينه ونقولوا يا غدوه باش تصبح تدفع راهو باش نعملوا تيست وباش العباد تعرف وباش تعرف العباد فين باش تحط كراهبها وكيفاش باش تحط كراهبها.